سام. أوه سام، شكرا للسماء. لارا، ما الذي يجري؟ أنا هنا، أنت بأمان الآن، لا بأس، لا بأس. لقد أنقذتني، كنت أعرف ذلك. لقد وعدتك، فلنأخذك إلى البيت. ستكون بخير. ماذا حصل هناك؟ انتهينا، يمكننا الرحيل. حسناً، فلنرحل من هنا. كنت عمياء البصيرة، بسيطة جداً. لسنوات طويلة كنت أظن أني أعرف الحقيقة حول العالم، لكن بعدما رأيته لم أعد أعرف ماذا أصدق. هناك غموض كبير كنت أنظر إليه في الماضي كمجرد روايات. كان أبي يقول أن الخيط بين الحقيقة والخيال رفيع جدا. أخيرا أدركت معنى كلامه. أتمنى لو أستطيع أن أخبره بذلك الآن. أتحتاجون إلى شيء؟ لا أعرف ماذا جرى على تلك الجزيرة، لكن استناداً إلى تلك الإصابات أفترض أنني لا أرغب في معرفة شيء. على أي حال، سنعود إلى الديار. لن أذهب،